معنا من دبي الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات فادي ميخائيل. صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا يا فادي، وأنت اللي بتعطينا حلول. أنا أقول دائما في حلول وأنت اللي بتعطينا الحلول اليوم. يعني اليوم العالمي للباسورد أعتقد العام الماضي كان أكثر كلمة مرور موجودة اللي هي أعتقد 1 2 3 4 5 6 السنة الماضية، إذا تذكرني صح ولا لا، لأنه تكلمنا إحنا في الموضوع برضو قبل سنة. صح؟ صحيح صحيح. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. وصباح نعم بالطبع، على كلمات السر يعني شيء أساسي بنستعمله بحياتنا اليومية، وما زلنا للأسف عم نستعمل كلمات سر ضعيفة لليوم. من أسهلهم هي الـ 1 to 6 ولا الـ QWERTY ولا الـ باسورد 1 2 3، وكثير هاي من الكلمات صارت معروفة. كلمة باسورد كمان يا ميخائيل، كانت كلمة باسورد كانت من ضمن كلمات المرور الأكثر استخداما في العالم، انه الناس يحطوا الباسورد كلمة باسورد. صح؟ 100% صح، بيستعملوا كلمة باسورد يعني بفكروا حالهم هن يعني أذكياء وبيحاولوا يحتالوا فسر الماء على بالماء. المحتالين، لكن ما في يعني هاي يعني تيكس ليس ذان يعني 1 ملي سكند، يعني اقل من ملي ثانيه للحصول على هي الباسورد، لانه هي الكلمات السر صارت معروفه ومسجله بالديكشنري، يعني مثل في قاموس من كلمات السر بيستعملوه الهاكرز للدخول للحسابات، فهي قاموس. الكلمات اوريدي صارت مسجله ومعروفه. طبعا في قاموس ضخم واو، وبكل اللغات كمان موجود بكل الكلمات اللي تم استعمالها على مر التاريخ، وبالتالي لازم احنا دائما نطلع بكلمات جديده، كلمات تكون يونيك مميزه، ما نكون مستعملينها من قبل. هلا حتى اعطيكم الحلول، يعني انا كنت بهاي المعضله يمكن من حوالي 10 ل 15 سنه، كان عندي هاي نفس المعضله اللي انتم ما زلتوا بتعانوا منها حتى اليوم، لكن هلا صار في عنا حلول كثير سهله وبسيطه نقدر نحل هاي المعضلة، وهي بكل بساطة استعمال الباسورد مانجر اللي هو مدير حسابات أو مدير كلمات السر. وأنا يمكن ذكرت موضوع الباسورد مانجر بمقابلة سابقة، بس لازم أرجع أكد عليه اليوم لأنه شيء كتير ضروري نستعمله بحياتنا اليومية. الباسورد مانجر هو عبارة عن بكل بساطة خزنة، عبارة عن سوفتوير، عبارة عن خزنة بنخزن فيها كل كلمات السر تبعنا. فلازم يعني احنا ما راح نضل نفكر كل ما بدنا نسجل بحساب جديد او بدنا نطلع بكلمه سر جديده، ما بدنا نضل نفكر ونقول انه شو بدي استعمل هلا كلمه السر وكيف بدي اغيرها وكيف بدي احفظها وكيف. خلينا نريح راسنا من هالموضوع كله وخلينا نوكل هاي المهمه لباسورد مانجر. طيب، هو اللي يختار كلمه السر عنا. الله الله، احلى مهمه تعرف، لما الواحد ما يتحمل مسؤوليه ويرمي كذا الكره في ملعبه، وانت اختار وانت تذكر، مو انا، انت اختار وانت تذكر وانت تتحمل المسؤوليه. نوجه صحيح كل الكلام هذا للباسورد مانجر، نخليه كذا في الزاويه مثل ما نقول. تعرف المشكله عندي انا كمان فادي، يعني انا مثلا الباسورد تبع الشغل كل ما اروح اجازه وارجع انساه، كاني سويت ابديت جديد للذاكره. بس الباسورد مانجر فعليا هل هو امن لو انا اصلا، كيف استخدمه؟ اشرح لنا بالتفصيل الان. تمام، الباسورد مانجر بكل بساطه هو عباره عن اكستنشن بالبراوزر، كمان ممكن هو يكون ابلكيشن بالموبايل، يعني موجود بي ابلكيشن اللي نحمله في الموبايل. موجود على الموبايل، موجود على بالبراوزر نفسه، فايرفوكس، كروم، موجود كديسكتوب ابلكيشن على بالويندوز، بالماك، يعني موجود افري وير. بتحملي اوكي، بنفتح حساب مع هالشركه اللي فيها اللي تقدم خدمه الباسورد مانجر. هي في خدمات مجانيه، في خدمات غير مجانيه، لكن انا بنصح بالخدمه المجانيه لانه ما في داعي واحد يدفع، لكن لو حبيتوا اتس فاين. بكل بساطه لا طبعا ما في احد يحب يدفع يا فادي. لا يعني يعني هي مجانيه، بس اذا حبيتوا تدفعوا اتس فاين. لا ما حبينا ندفع صراحه. أنا عم بعطي جميع الخيار، بس هي تكون مبالغ رمزية على فكرة، يعني على دولارين ثلاثة يمكن بالشهر أو شيء، يعني شيء حكي فاضي. بس anyway الفكرة هي أنا حابب
يعني من هاي المنصة وجه يعني دعوة لكل الناس إنه لو عليها بس تجرب، طيب لو يعني تقدم على هالخطوة بس لاستعمال الباسورد مانجر، كيف يعني أنا بتتم التطبيق العملية؟ اسمه اللي أحمله، التطبيق اسمه باسورد مانجر، هذا اللي أحمله صح؟ باسورد مانجر طبعا في هو يعني نوع التطبيق اسمه باسورد مانجر، في أوكي، من شركات كثيرة، كل في شركة أنواع. بتقدم باسورد مانجر، أنصحنا في بشركة، شركات طالما كثيرة. أنت اللي بتنصحنا أصلا بالفكرة، أنصحنا بشركة وآمنة ونكون نقدر نستخدمها يعني وإحنا مطمئنين. في راح اعطيكم 3 شركات بدل الشركه الوحده، طيب راح حلو، اعطيكم 3 شركات. الشركه الاولى اسمها بيت واردن، بيت بي اي تي واردن، دبليو اي ار دي اي ان، هي كلمه واحده تكتب. هذا انا بستعمله بشكل شخصي وانصح فيه، وهو اوبن سورس ومجاني ورائع. الابلكيشن الثاني اسمه ون باسورد، رقم واحد ون اوكي باسورد، هذا حلو، كمان مشهور جدا. وان باسورد. الشركه الثالثه اسمه، او التطبيق الثالث اسمه بروتون باس، بروتون بي ار او تي او ان باس اوكي بي اي حلو، دبل اس، هذا موجود جديد على الساحه. هذول 3 شركات هن اكبر 3 بنصح فيهم بشكل، لان هم امنين اند تو اند انكربتد، يعني التشفير بيكون من طرف لطرف، بشكل انه حتى الشركه نفسها ما بتعرف شو في بداخل هي الخزنه. يعني انا كمستخدم لهالخزنه ممكن تقول والله لو انا عم خزن كيف بدي امن على هالباسوردات انه هي تنحفظ مع شركه انا ما بعرف مين هي صح الشركه. صح الشركه هي ما حد ما بتعرف حتى شو بداخل الخزنه، ليش؟ لانه الخزنه مشفره بشكل كامل. هلا لحتى نستخدم هالخزنه بكل بساطه رح نختار ماستر باسورد، بيعرف بالماستر باسورد اللي هي كلمة سر واحدة لفتح الخزنة. يعني أنا لازم فضي مخي، فرز رح فضي راسي من اليوم ورايح، رح فضي راسي من كل كلمات السر واستعمل كلمة سر واحدة لفتح الخزنة، وهالخزنة هاي رح تحتوي على كل كلمات السر يلي الخزنة رح تولد كلمات السر الجديدة للحسابات، للمواقع، للتطبيقات. فأنا خلص أنا ريحت راسي من حفظ كلمات السر المتعددة، وبحفظ كلمة سر واحدة فقط سموها الماستر باسورد للدخول للخزنة. ايوه، يعني احفظ الكلمة السر الرئيسية هي اللي حتدخلني على الخزنة نفسها. طيب فادي، في حال ضاع التليفون مثلا، في حال حتى انا نسيت كلمة السر اللي هي الرئيسية هذه، ايش ممكن يصير؟ ايش الحلول؟ في حال ضاع التليفون ما عندك مشكله، لانه السيرفيسز هاي بيشتغلوا بالكلاود، يعني ما موجوده الخزنه، ما موجوده على المخزنه بشكل لوكال على الموبايل، هي موجوده بالكلاود. فانا لو دخلت، حتى لو ضاع التليفون او ضاع الجهاز الحاسوب، اي جهاز ممكن يضيع، ما عندي مشكله، انا ممكن ادخل على السيرفيس، على الخدمه، على الخزنه عن طريق الويب سايت تبع الشركه هاي، فما عندنا مشكله. المشكله بضياع كلمه السر، لانه لو ضاعت الماستر باسورد ما في شيء ممكن يرجع لك اياها. ليش؟ لانه الشركه نفسها مثل ما حكيت ما بيعرفوا شو في بمحتوى الخزنه، ولا بيعرفوا شو هي كلمه السر تبعك. فلو ضاعت الماستر باسورد اكيد ما في شيء رح يقدر يفتح الخزنه، ونقول باي باي للباسوردات. النصيحه نصيحه انه احنا لازم نختار ماستر باسورد تكون سهله بالنسبه سهلة، لنا واحد اثنين ثلاثة وصعبه. أربعة خمسة ستة نفسها. لا، راح اعطيكم الحل، راح اعطيكم السيكرت. السر هو استعمال ما يعرف بالباس فريز. باس فريز هي جمله مرور بدل ما هي اسمها كلمه مرور. شو يعني جمله مرور؟ يعني من هون ورايح رح نحفظ كلمه سر عباره عن 4 كلمات او 5 كلمات، هذه ما سالفة يا عباره عن فادي، جمله. هذه سالفة، لا لا، قصة، قصة حياة، مو امشي باسورد. معي، امشوا معي، اوكي، امشوا، معلش، امشي معي. طيب احنا رح يلا، نحفظ ماستر باسورد وحده، احنا رح نحفظ ماستر باسورد وحده، فتخيل انت ماستر باسورد وحده او جمله من 4 او 5 كلمات هي رح تدخلنا لهالخزنه يلي فيها المحتوى الكلمات السر. فاحنا يعني بذهننا ما رح نحفظ غير هالجمله هاي، فانت رح تقولي طب شو هالجمله اللي انا ممكن احفظها؟ كل واحد ممكن يطلع بشيء مميز، يعني انا ممكن اختار مقطع من اغنيه، ممكن اختار مقطع من بيت شعر، اختار
وبالعربي واكتبه بكلمات انجليزيه مثلا. ناخذ هي مثال الفكرة مثلا اغنيه فادي، فادي هي اي شيء يعني. هي تفضلي. الفكرة في الذاكرة، والفكرة انه انا حتذكر حتى لو حطيت اغنية، قصيدة، حطيت سالفة، حطيت موضوع، حطيت قصة، انا حتذكرها اصلا او لا. هي هذه يمكن المعضلة اللي تخلينا راح اصلا ننسى، تتذكري. اصلا تخلينا ننسى الباسوردات الاساسية. لكن ما ادري، انا كذا دائما يجيني عندي الحلول التقليدية، يعني انا بفكر انه موضوع الماستر باسورد هذا ينكتب في ورقة وينحفظ في الخزنة الأساسية اللي في البيت، خزنة اللي نفتحها في البيت نحط الورقة فيها، ورقة وقلم. نصير تقليديين شوية في ممكن بعض الأمور، صح؟ فكرة صح. ممكن لا لا، هو حل، هي فكرة حلوة، فكرة حلوة. أنا بنصحها بهي الفكرة بالفترة الأولية، بالفترة الأولى لما إحنا بنختار كلمة أو جملة مرور نسميها باس فريز جديدة لسه إحنا طيب مو حافظين أو مو متعودين عليها، ايوه، نسجلها على ورقة ونخليها مثلا 10 أيام، في 20 يوم، مكان. شهر، ايوه حتى إحنا نحفظها. متى احنا رح نحفظها؟ انت سالتيني انه هل كيف احنا ما رح ننساها؟ احنا ما رح ايوه ننساها لانه احنا ايوه رح نستعملها بشكل يومي، كلمه اكيد. واحده او جمله واحده رح نستعملها بشكل يومي. انا صار لي بستعمل نفس الجمله 7 أو 8 سنوات ما تغيرت، ايوه فخلص يعني لن خلاص، انساها، عرفتي كيف؟ يعني فانت صارت سجلها على حتى ورقه. في اللاوعي محفورة. احنا نشكرك جزيل الشكر يا فادي على كل هذه المعلومات، تمام، وان شاء الله تستمر كلمات الباسورد دائما معنا بدون حالات نسيان. شكرا جزيلا لك.